اي اشتي المغربي عاك تقول ليه البنت راني كنبغيك وكيبدا يعلب على الدار خاويه بخاطر البرتوش. اي كنت كندوي مع واحد البنت شويه في واحد اللحظه وهي تقول لي شوفه انا راني بنت ماما وبابا اسعداتك اختي حنا عاتي لي شارجاونا من بلاي ستور. اي هذا واحد الدري بغى يحرق الطاليان امشي عند باه ويقول لي الوالد عطيني واحد جوج المليون راني باغي نحرق. قال لي سير وليدي تلعب سير ما عديش شد باه هو يسلخو مزيان وحيد لي جوج المليون ومشى حرق المسخوط. اوصل لطاليان خدم دار الفلوس هو يرجع عند باه مد لباه 4 مليون وقال لي الوالد اسمح ليا اسمح ليا الوالد على ديك السلخه اللي سلختك. هو يقول لي باه الا وليدي الدنيا هانيه اصلختيني على قبل مصلحتي. شتي انا راه ما كاينش اللي خرج عليا ومردني في صحتي قد هادوك الطيور كيعرفوا ويطيروا وباقين في المغرب. تراه الحاجة الوحيدة اللي ما تقدرش تاكلها عند الناس هو الدلاع كيبغي جلسة خاصة للأكل بوحشية مع إصدار أصوات مرعبة. هاي في المغرب كلما زاد علمك اقتربت من السجن وكلما زاد جهلك اقتربت من السلطة وكلما زادت تفاهتك اقتربت من الشهرة. اي اشتي في هاد الحياة عندك جوج ديال الاختيارات يا اما تعيش راجل يا اما تعيش شماتة نص نص راكي نعفرق هاوي. تخيلي معايا انت غدا في الشارع وتلاقيتي بيا ها وانا نضرب لك بواحد الغمزة اش غديري؟ اي واحد السيد البارح كيعاود ليا قال ليا شحال تعرفت على الدريات وشحال خسرت عليهم ديال الفلوس وشحال خسرت عليهم ديال الكادوات وديال القهاوي والماكلات والعواصر. قال ليا وفي الاخر مسحوني من حياتهم في دقيقه. قلت لي الشريف اشتي الدريات والعيالات كيشريو الماكياج من اغلى الماركات وكيمسحو بكنينيكس ديال درهم وبغيتي هتا ما تمسحكش من حياتها ونتخلص القهوه. هاي ملي تكوني سايقة الطوموبيلة ديالتك وتبان لك هاديك البلاكة ديال قيف وياك توقفي راها قيف للرجال ماشي قيفي حيت هما العيالات راه ما كاينش اللي يوقفكم عسيري. اشتي اصعب تخصص كيقراو الفرمليات هو كيفاش يحلو دانون قبل ما يفيق المريض. اي ترى كيسالي معايا شي واحد من اللي كيقول شي وحده راني لقيت فيك هذاك الشيء كاع اللي بغيت بحال الا انت هي اسواق السلام. هاي الناس بكري قال لك حرت البلاد القريبة وتزوج بالمرأة البعيدة على الزعمة. يا انت علاش ملي كتساحب معاك كتحلف لها باللي انت ماشي بحالنا على انت بالسلامة كتخدم بالطاقة الشمسية. هاي عندي واحد سؤال للخياطات كيفاش دروك طوموبيلة دايره 25 مليون وكيكريوها ب 300 درهم وانتوما كتكريو تكشيطة ب 600 درهم. هاي ملي كنا باقي صغار كنا كنشوفو الكبار كيتزوجو وملي كبرنا ولينا نشوفو الصغار كيتزوجو واش حنا فاصل اشهاري ولا شنو؟ هاي يسولوا الحمار شكون هو يا اكلخ حيوان هو يقول لي مول حولي. قالوا لي علاش الحولي؟ قال لي حين هو في العيد الكبير عرف راسو غادي يذبح وتابع مولاه بحال شي حمار.
اي عقلتي ملي كنتي مازال صغيره كانوا كيقولوا لك سيري الله يزوجك، كتقولي لهم الله يحفظني. اشتي هذيك الدعوه راه هي اللي تقبلت، ابقيتي بايره. اي كنبغي نقول الدريات هاد المره ملي تبغوا تعايروا مع بعضياتكم عايروا بقشاوشكم ماشي بقشاوشنا. شتي القاهره راه انا اللي قهرتها، شتي الكويت راه انا اللي كويتها، نزيدكم شتي صويره انا اللي صورتها، شتي عمان انا اللي عميتها، يلا زدوا من عندكم. واي وبنادم كيضرب 8 ديال القتبان وبراد ديال اتاي وكيشوفك وكيقول لك الحلاوه ديال العيد مشات. دابا عاد عرفت علاش كلشي كيتزوج في الصيف. اي شرع عاطيك ربعه وتمساحب ليا مع وحده الله يتبعك لبلا يا الخواف يا المرعود يا اللي حاكمه فيك صاحبتك. اي من علامات جمال انت فشلوها في الدراسه. هاي قال لي القاضي ملي شفتي مرتك كيقج فيها الشفار تا خرجت روحها شفتي بعينك ياك؟ قال لي هاي شفتو بعيني. هو يقول لي وعلاش ما دخلتيش؟ قال لي راه بغيت ندخل ولكن ملي شفتو قاد عليها بوحدو قلت من ناقص. هاي اجيراننا شراو واحد الكلب ب 3000 درهم للحراسه، كل واحد منهم يخرج يعس على الكلب لا يسرعوه. اي اشتي على المغربي ملي كيدخل الكوزينه وكيلقى الكيسان مسخين يشرب في زلافه يشرب في كوكوط في معلقه، مهم الكيسان ما يغسلهمش. على معقدات كي دايرات اي وحده كتخرج تقول لك راجلي خاني خطيبي خاني صاحبي خاني، والعادي يخونك اشنو فيه الا خانك كاع؟ راه كيخونك باش ما يملش منك. قال لك اسيدي المغرب ما فيش الخدمه، اشير هو تنبك سير قال لك المغرب ما فيش الخدمه، راه الدري صاحبي فاق مع الفجر صلى صلاه الاستخاره ومشى يقلب على خدمه راه مرجع حتى الربعه ديال العشيه راه تما في الراقي شتيها كيتسارح باش غدي عاوتاني يقلب على الخدمه. هاي انهار عرسها بدا كيضحك قال لي عقلتي فاش كنتي كتقولي لي الا رجعت معاك رانا كلبه؟ قالت لي عقلت يا حبيبي عقلت. هو يقول ليها يلا نبحي درك. هاي قال لك اسيدي البنت وتموت وما تقولش الراجل ولا شي واحد تقول لي راك عاجبني، واش كاينه هاد الهضره هادي ولا لا؟